الحق منصور المسلمون. قطب راحة الدين افهموا اشربوا وحدي حفظكم الله دائما على لن يضيعنا ربنا اهم من الناس دينكم دين الله الدين عند الله الاسلام. الناس فيهم قسوة كبيرة وغلظ طباع، فيهم غفلة شديدة إلا من رحم الله جل وعلا. لو أنك كنت في مكان وقيل لك احذر فإن المكان مراقب، هناك كاميرات وسائل تصوير في أماكن خفية لا تراها ولا تعلمها، فاحذر، ستكون متوقيا جدا، حركتك محسوبة وكلامك محسوب، حتى ما يتعلق بنظراتك، حتى ما يتعلق بنبرات صوتك، حتى لا يساء تفسير ذلك. فهذا بشر يراقبك ووسائله محدودة، فكيف بالله رب العالمين وهو يسمعك؟ ما نطقت ببنت شفا إلا وهي بسمع الله جل وعلا، فلماذا تتكلم بما لا يجمل؟ هو يسمعك. لو أن الإنسان كان صاحب إيمان حق لاستحيا، يستحي من ربه تبارك وتعالى. لو تصورت مثلا أنك في مكان قد هيئت فيه شهوات، وقيل لك إن رجلا من علية القوم من قومك، هذا الرجل يطلع عليك، هل يمكن أن تتحرك نفسك لشهوة من الشهوات؟ هو يطلع عليك، تستحي منه، استحي من الله، كما يستحي الواحد منكم من الرجل من أهله، كما يستحي من الرجل ذي المكانة من أهله، استحي من ربك. لذلك لما سأل الصحابي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، أتكلم عن أن الإنسان ربما وضع عنه ثيابة فيقول مثلا إذا كنت في البيت وحدي يمكن أن أضع عني ثيابي، يعني أن يبدي عورته في البيت وحده، يقول قال فالله أحق أن يستحيا منه، فالله أحق أن يستحيا منه. حتى نقل عن عثمان رضي الله عنه أنه من شدة حيائه من الله تبارك وتعالى ما اغتسل إلا بثيابه، ما اغتسل متجردا، وإنما كان يغتسل وعليه ثوبه بحيث لا يكشف عن عورته وهو يغتسل رضي الله تعالى عنه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أحيا أمتي عثمان، أي أشدها حياء عثمان. وتعرف الحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن عليه أبو بكر وكان قد كشف عن ساقه على فراشه صلى الله عليه وسلم، فأذن له وهو على حاله، ثم استأذن عمر فأذن له وهو على حاله، فاستأذن عثمان فقام النبي صلى الله عليه وسلم أو قعد وغطى ساقه وأذن لعثمان. فقالت عائشة يا رسول الله استأذن أبو بكر وعمر فلم تبال، واستأذن عثمان فقعدت وغطيت ساقك، فقال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ فالملائكة تستحي من عثمان، استحي من ربك أن يراك حيث نهاك، هذا مقتضى الإيمان. ألا تؤمن بوجوده؟ أول درجات الإيمان بالله أن تؤمن بوجوده، ثم تؤمن بربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته. ولكن قبل أن تؤمن بالربوبية وبالألوهية وبالأسماء والصفات تؤمن بوجوده، فتؤمن بوجود الله. ألا تؤمن بوجوده؟ ألا تؤمن بأسمائه وصفاته؟ هو السميع البصير، فهو يراك ويسمعك، فاستحي منه. لو أن هذا استقر في النفس، استقر في القلب، استقر في الضمير، لاستقامت الحياة وصار الإنسان خلقا آخر.
لأنه يتوقع جدا، ولكن ممن يراه حقيقة، يبصره حقيقة، يسمعه حقيقة.